أنا اسمي نادى السيحي، نقرأ بالسنة 5 ب، ندرس مدرسة الابتدائية الكمال من ولاية صفاقس. يعتبر التلوث اليوم من أهم المخاطر التي تهدد بلادنا، فهي تؤثر سلبا على المحيط، فمثل القوارير البلاستيكية عند حرقها تتسبب في تلوث بيئي. ولأن رمضان يجمعنا، جينيكم بأفكار باش نستعملوا البلاستيك في أفكار تنفعنا وما تضرناش. وجينا وجبنا معنا المستلزمات اللي نستحقوهم للفكرة متاعنا متاع البلاستيك. احنا طو بينا بالبلاستيك هذه الكبيرة، نقبلها 4 نقبات، ومن بعديكا باش نزينوها بالسفيفة هذه الحافة، ولذلك احنا مستحقين الكل باش نعملو بها. احنا تو كملنا زيناها، تو باش نعملوا لها نركبوا لها الخيط باش نخليوها حامله مشابك الملابس. هذه هكا بالكولفورت، شوفوا محلاها. لو بعد ما قصيناها قاعده نزين فيها ديك مع بعضنا، تو نراو شنو هي النتيجه. تو نستعمل رشراش باش نغطيها دبوسة كاملة. هذا المشروع اللي وريتهولكم السعيكة، تو كملت غلفته، كملت رجلته، تو نقدو نخليوها مثلا كمقلمة ولا نحطو فيها أزهار. بس تو شديت 7 بيبس، قصيتهم كيما هكا، وباش نشد تو نعملهم شوية كولا ونعملهم من هيك السفيفة، باش نختار انا اللون الأبيض. كملت غلفتها بالروز على خط الابيض، ما حررنيش ما كفيش. وطو باش نشد هذه هكا الباي باش نلصقو هنا هكا بالكولا، ونحط فوق واحده كيما هكا كيما هذوما، وتولي ديكور سمح كولا. قاعده نعملها في شويه رشراش، كملت باش نتعديو الاخرى خاطر باش نزينوها. طبعا عندنا زينة أخيرة اللي هي باش نعملو فراشة.
فين الكولا، شدوا الشارج، نعملوه لنا شوي هكا ونلصقوها لنا. وهكا كملنا زينناها. إذا المشروع الأول، وهذه المشروع الثاني، نحطه بجنب المشروع الثالث هكا. كملنا، هلت دينتها بالكولا وتو قاعدة نزين فيها بالرشراش الزهري. صح شريبتكم، تو مشروعنا كمل، وانا باش نودو لعزيزة عليا، باش نودو لجدي مناسبة حلول شهر رمضان.